بكرة هتستكمل باقي المباريات، وطبعا لا صوت يعلو على صوت مباراة منتخبنا ومنتخب جنوب أفريقيا، مباراة مهمة جدا وفاصلة أكيد في مشوار الفراعنة لتحقيق كأس الأمم الإفريقية 2019 الغائبة من 2010. الكل خلاص مترقب، كل يشوف عايز يشوف منتخبنا في صورة مختلفة عن مباريات دور المجموعات، الكل منتظر استعادة ذكريات 2006 في نفس الإطار. منتخبنا هيختتم استعداداته النهاردة، وكان غاب عن التدريبات امبارح، كلنا عرفنا ان محمد صلاح غاب عن التدريبات بعد ما اشتكى من نزلة برد حادة، وفضل مستر خفير أجيري عدم مشاركة صلاح. كمان منذ حوالي ساعتين أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وجنوب أفريقيا، صرح خفير أجيري المدير الفني لمنتخبنا وقال كلام كتير جدا. كمان أحمد محمدي كان عنده رسالة مهمة جدا، هنطير سريعا لاستاد القاهرة مع الزميل محمود بدراوي عشان يقول لنا تصريحات خفير أجيري وكمان كل الكلام اللي قاله أحمد المحمدي. بدراوي برحب بيك طبعا في تايم لايف، اتفضل. شكرا لزميل العزيز يحيى حمزه، وتحياتي مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان هنا من داخل استاد القاهره الدولي اللي هيستضيف باذن الله مباراه الغد والمهمه طبعا الجميع ينتظرها، مباراه منتخب مصر ومنتخب جنوب افريقيا طبعا الفراعنه في مواجهه البافانا بافانا. يعني بالنسبه للمؤتمر الصحفي يحيى اللي اكدت ان هو انتهى منذ قليل، نبدا بالمؤتمر الصحفي الاول اللي كان طبعا فيما يخصنا منتخب مصر، مستر اجاري واحمد المحمدي حضروه. يعني مستر اجاري كان ليه بعض الكلمات في المؤتمر الصحفي، اكد انه راضي عن مستوى منتخب مصر في دور المجموعات حتى الآن، وأنه ضد الانتقادات الفترة الأخيرة لمستوى منتخب مصر الهجومي غير لائق. أكد منتخب مصر أحرز 5 أهداف في دور المجموعات حتى الآن، وأيضا اللياقة البدنية للمنتخب في حالة جيدة. طبعا كان هناك بعض الانتقادات الفترة الأخيرة أن بتأكد اللياقة البدنية بتقل إلى حد ما في الشوط الثاني، ودي اللي رفضها مستر أجاري. أكد أن هو وجهازه طبعا أن هم واثقين في منتخب مصر، والمنتخب المصري يقدر أن هو يكمل المباراة حتى النهاية بنفس المستوى. وأكد أنه اهتم خلال التدريبات الأخيرة على طبعا تحفيز لاعبي بعض الجمل الفنية، وقام بدراسة فريق جنوب أفريقيا بصورة كاملة، وأيضا درب لاعبي على كيفية طبعا تنفيذ ضربات الجزاء تحسبا لأي مفاجآت. لكن لاعبي متعودين على الضغوط في المباراة، وأنه المنتخب لن يتأثر بالضغط الجماهيري، هيكون شيء إيجابي ودفع معنوية للاعبين، خاصة لاعبي أصحاب خبرات في الفترة المقبلة. طبعا بالنسبة لمنتخب مصر أكد أيضا أن أداء منتخب مصر هيتحسن في الأدوار القادمة ابتداء من مباراة الغد أمام جنوب إفريقيا. ايضا احمد المحمدي كان ليه بعض الكلمات، كابتن منتخبنا الوطني اكد ان مستوى منتخب مصر هيتطور في الفتره القادمه، وانه مش بيتاثر تماما بالضغوطات، واكد انه عازم هو وطبعا بقيه اللاعبين على تنفيذ تعليمات مستر اجيري والفوز في مباراه الغد لتحقيق الحلم في النهايه، وهو الفوز بكاس الامم الافريقيه 2019. مؤتمر صحفي ثاني كان طبعا فيما يخص منتخب جنوب افريقيا، كان مستر ستيوارت باكستر وايضا اللاعب بونجاني زونجو لاعب منتخب جنوب افريقيا. في بعض الكلمات مستر باكستر في البداية أكد أن منتخب مصر هو اللي طبعا هيكون تحت ضغط أكبر من منتخب جنوب إفريقيا، خاصة أنه هو هيكون مضغوط طبعا من الضغط الجماهيري اللي هيملي استاد القاهرة في مباراة الغد. وأكد أنه طبعا منتخب جنوب إفريقيا سيكون أقوى مما يتخيله البعض، أكد أن الصحف بتقلل من مستوى جنوب إفريقيا، لكن أكد أن منتخب جنوب إفريقيا في مباراة الغد سيكون مفاجأة للمنتخب الوطني المصري. وأكد أنه طبعا مش سيء الحظ أنه وقع مع منتخب مصر زي ما بيقولوا الإعلام المصري، لكن ده هيكون دافع قوي للاعبين ان يظهروا بصوره اكبر وافضل في مباراه الغد. واكد ايضا زونجو لاعب منتخب جنوب افريقيا اكد انه طبعا واثق هو وزملائه، واكد ان المباراه كبيره طبعا على كلا الفريقين، لكنه هو وزملائه مش ما عندهمش رهبه من المنتخب الوطني المصري، وهو عازم هو وزملائه على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية. أكد طبعا يعرف لاعبين منتخب مصر يضم كوكبة من لاعبين أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه، لكن يقدر منتخب طبعا دفاع المنتخب جنوب إفريقيا يسيطر على هذا الثنائي. وأكد أيضا أن لديهم لاعبين على أعلى مستوى في الشق الهجومي يقدروا أن هم يقلبوا الطاولة على منتخب مصر في مواجهة الغد. بالنسبة للتدريب المسائي بالأمس غاب بالفعل محمد صلاح طبعا لتعرضه لنزل البرد، لكن تأكد طبعا وجوده في تدريب اليوم المسائي لمنتخبنا الوطني. طبعا بالنسبه للتدريب اليوم هيتضح ملامح التشكيل النهائيه، وان كانت طبعا بدا ان يظهر ملامح التشكيل، هيبدا بنسبه كبيره مباراه الغد محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد المحمدي وايمن اشرف ومحمود علاء واحمد حجازي، وفي وسط الملعب هيلعب بطارق حامد والنني وعبد الله السعيد ومحمد صلاح وتريزيجيه، وفي خط هجوم مروان محسن لتاكد طبعا ايضا عدم طبعا وقوعه في اي مفاجات، ان هو هيكون جاهز في مباراه الغد بعد تعرضه لبعض الاجهاد في التدريب الامس. منتخب مصر طبعا بيستعد لهذه المباراه
بكل قوة. الجميع هنا عازم على تحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية. زميل عزيزي يا حمزة، دي كان كل أجواء وكل ما يخص عن المؤتمر الصحفي وأخبار منتخبنا الوطني، وأكيد الآن العودة للزميل العزيز يحيى حمزة وتايم لايف. بشكرك شكرا جزيلا طبعا على المجهود الرائع اللي بتبذله محمود بدراوي زميلنا من استاد القاهرة. بشكرك شكرا جزيلا.